Revue de presse. باش نبدا مع سيت الجمهوريه. تقراو مقال عنوانه خطير: هكذا طلبت معلمه من تلاميذ السنه الثانيه اساسي رسم نار جهنم ووصف ارهابي حفله الموت بالشهيد. الحكاية هذه صارت في مدينة المنستير ومنذ أيام وهي موضوع حديث المواطنين. معلمة تقري السنة الثانية والسنة الخامسة أساسي بمدرسة السواني ارتكبت عديد التجاوزات اللي حسب شهادة أولياء تلامذة تعتبر تجاوزات خطيرة. حسب المقال، المعلمة هذه قامت منذ بداية السنة الدراسية بإهانة تلامذة ونعتهم بنعوت خايبة وضربهم والتحريض على الجهويات وتهجمها على أهالي الجهة. أكثر من هذه، المعلمة تقري بالغالط في التاريخ والجغرافيا وسبق للأهالي متاع بعض تلامذة تقديم شكاوي للمندوب الجهوي للتربية ووالي المنستير وحتى وزير التربية. وآخرها عادت تبين للمعلمة تحرض على الإرهاب الفكري والتطرف عند الصغيرات. مرة طلبت من تلامذة السنة الثانية أساسي باش يصوروا نار جهنم في حصة التربية التشكيلية، ومرة تحدثت معهم على عملية شارع محمد الخامس ووصفت الإرهابي اللي قام بالعملية بالشهيد. ديما نقول حسب مقال الجمهورية. حسب شهادات الأولياء، الحكاية عندها مدة، والهناء السؤال اللي يطرح: ويني إدارة المدرسة؟ وين المسؤولين اللي قاعدوا ساكتين على الموضوع؟ وين المندوبية الجهوية اللي نورمال موت أو حسب ما تقرأوا المقال وموقع الجمهورية يقول اللي هو عنده نسخ حتى من الشكايات اللي تقدموا بهم الأولياء للمندوبية الجهوية؟ وين هذي الكل؟ فاش قاعدين يعملوا لهنا؟ ما عنديش حتى إجابة الحقيقة وأكثر من نقطة استفهام. بالنسبة لها هي المعلمة الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولها ربي يشفيها وربي يفرج عليها، أبارامون تعاني من اضطرابات نفسية خاطر ما تنجمش تكون إنسانة عادية. سينو مكانها راه ماهوش في المدرسة الحقيقة، مكانها من نجم يكون كان السجن. وزير التربية نجي جلول افتح تحقيق في الموضوع، هانا نستناو في نتائج التحقيق، وإن شاء الله المحاسبة ما تشملش كان المعلمة هذية، تشمل كل اللي قصروا في حق التلامذة وكل اللي سكتوا عن الموضوع. نتعدى المقال آخر تقرأوه في سيت تونيفيزيون. مقال عنوانه إيقاف تلميذة وزميلها بمعهد المنزه واحد لأنهما كان يمسكان يد بعضهما وتوجيه تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة لهما. الشرطة العدلية قامت بإيقاف تلميذة وتلميذ قدام المعهد الثانوي بالمنزه واحد بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة في الطريق العام. وحسب أخت التلميذة وأصحابها، البنية شدت يد زميلها وهو هكا دزها من يدها. يا أخي دورية أمنية وقفت قدامهم وهزتهم لمركز الأمن. وحسب شهادة أخت التلميذة ديما، أعوان الأمن ما خلوا مقالوا للتلامذة زوز وقاموا بمصادرة تليفون الطفلة وهدوها بالإيقاف التحفظي حتى لين جات أمها، ووقتها سيبوها بعد إمضاء المحضر. هذه تفاصيل القصة اللي تقراوها كما قلت في مقال موقع تونيفيزيون. الموضوع هذا الحقيقة وبكل أمانة وبكل موضوعية وتجرد نجم نشوفوه من زوز جوانب. ثم مع نسبة كبيرة الحقيقة من الانحلال الأخلاقي وتسيب كبير اليوم ولينا نشوفوه ونعيشوه ونعينوه في مؤسساتنا التربوية. ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، يصير أكثر من هكا في معاهدنا ومدارسنا وجامعاتنا، والناس الكل تتحمل المسؤولية بداية من العائلة وصولا حتى لداخل المؤسسة التربوية في حد ذاتها، وين الإطار التربوي اللي تصير قدامه الحاجات هذه ويقعد سكت. الجانب الثاني للقضية معناه على واحد شد يد زميلته نازوه للمركز في تونس ونسمعوهم الكلام وتولي اعتداء على الأخلاق الحميدة. وبالطبيعة بعض من رجال الأمن تحسهم وقتها كأنهم طاحوا بسيد وفير وتولي تسمع اللي عمرك ما سمعته. لهنا الحقيقة منع ما همش رجال الأمن الكل، أما بالحق اليوم ولات ثم مخاوف ملموسة من التضييق على الحريات باسم حماية الأخلاق الحميدة والنماذج عديدة. مانيش باش نقعد نعدد فيهم المصباح، أنتم تقرأوا وتعرفوا شنو اللي يصير في تونس. وبربي رجال الأمن ما فيها باس كي تقوموا بخدمتكم وتقوموا بالواجب متاعكم بابتسامة، ما فيها باس كي نضحكوا ونبتسموا للمواطن. أنا نحب نحكي حكاية صارت لي شخصيا، معناتها سي محمد هو اسمه، وكيل أول بالحرس الوطني من غير ما نقول اللقب متاعه، وقفني حب يخو من عندي الوثائق متاعي بطاقة التعريف وغيره بابتسامة بتفاهم وبكلام طيب. الحقيقة الإنسان هذاك قعد في بالي كي قعدت نسأل ونقول له علاش بعض زملائك ما مش كيفك، قال لي راهي المسألة مسألة بين ظفرين تربية. علاش الناس الكل مش كيما محمد هذاك في وقت اللي نحتاجه فيه اللي المواطن يقرب لرجل الأمن، في وقت اللي نحكيه على حرب ضد الإرهاب ويلزمنا نكون كل يد واحدة. نتمنى إن شاء الله رجال الأمن اللي يسمعوا فيها يكونوا كلهم نموذج من سي محمد اللي مرة أخرى تحية ليه. Revue de presse. Esmo. Mizien.